وانطلقت الجياد الآن في شوطها الرابع على كأس رئاسة العامة لرعاية شباب جياد وفراس الإنتاج السعودي عمره 3 سنوات التي كسبت من سباق وحتى 3 سباقات. يقام هذا الشوط على مسافة 1600 متر، قيمة الجائزة 100,000 ريال، والصدارة لسلسلة في المركز الأول، متابعة من قداح في المركز الثاني، ومعتمر في المركز الثالث، أمطار في المركز الرابع، والصدارة كما تشاهدون في هذه الأثناء في المركز الأول لسلسلة في هذه الأثناء، متابعة من قداح في المركز الثاني، وقداح هو مرشح بشكل كبير في هذا الشوط، ومتابعة أيضا من معتمر في المركز الثالث، أمطار من الداخل الآن إلى المركز الثالث، وأيضا محاولات من بقية الجياد لتحسين مواقعها في هذا الشوط مع اقترابها من آخر الأمطار التي تفصلها عن المنعطف الأخير. وأمطار على ما يبدو بدأ يتقدم الآن، وأيضا قداح بدأ يقدم خياله ويحث للانطلاق مع متابعة أيضا من زريف من الخارج، وأيضا من تحسين من الداخل، وثلاثة رؤوس تتنافس الآن على الصدارة، قداح وأمطار وسلسلة، والصدارة لمن في هذه الأثناء؟ قداح من الداخل متصدر حتى الآن، قداح متصدر، يجد منافسة قوية من أمطار في المركز الثاني، والصدارة لقداح، قداح في المركز الأول، عبد الله سليمان العظيم قداح إذن إلى خط نهاية معلن فوزه بكأس رئاسة العامة لرعاية الشباب، ألف مبروك.